قولي لي يعني، كلميني عن الانجاز الكبير السنه دي. انتوا عملتوا انجاز مضاعف طبعا. وكان ليكي دور كبير. كابتن اشرف كان بيتكلم معايا في الفاصل، انت ككابتن فريق لميتي شمل الفرقه. كلميني عن انجاز السنه دي. هو السنه دي طبعا كانت صعبه 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 جدا. في ايه؟ اولا لان احنا خسرانين السنه اللي فاتت. ثانيا السنه دي من الدوري القليل جدا اللي بيبقاش الماتش الجامد واحد بس هو ماتش الزمالك. لا، احنا كان عندنا ماتش الاسماعيلي، كان فرقه جامده جدا. جزيره الورده اللي لعبنا معاهم فاينل، المعادي اللي لعبنا معاهم فاينل في الدوره الاولانيه، والزمالك. فاحنا اصلا أربعة من سبع ماتشات جامده جدا. مفيش ماتش تقيل. وحتى واحنا بنلعب مع المعادي انت مش عارف مين اللي هيكسب، الزمالك ولا جزيره الورد. فالموضوع كله مفيش اي حاجه مضمونه. وده فعلا اول مره العب دوري بالشكل ده. يعني دايما بيبقى احنا والزمالك او احنا والزمالك والانتاج الحربي مثلا زمان، لكن اربع ماتشات من السبعه بيكونوا بالصعوبه دي. لا، ده كان حاجه جامده جدا. انا كمان صور ليها هي في الماتشات. طبعا هنا منك، بس انت محتضناها بشكل كبير. طبعا هنا اكيد. طبعا اكيد. طيب قولي لي يعني، برضو كان بدايه الموسم برضو غياب دينا مشرف، طبعا سفرها في المانيا بتلعب، برضو ده في وقت أكيد. احنا خسرين السنه اللي فاتت برضو كان. لا، ده حاجه اصلا طبعا بالنسبه لي مختلفه جدا، لان انا متعوده العب مع دينا على طول سواء كان في المنتخب او في الاهلي، فهي وجودها بيطمني وانا وجودها معاها بيطمنها طبعا. الاثنين بيطمنوا بعض بالظبط. فان انا العب من غيرها يعني ده كان حاجه بالنسبه لي. بس الحمد لله يعني ربنا وفقني، وبقيه البنات كلهم صراحه كانوا قد المسؤوليه جدا. حتى البنات اللي خسرت ماتشات عملوا اقصى حاجه عندهم فعلا، واتحطوا في مواقف صعبه جدا، وهم اول مره يتحطوا في المسؤوليه الكبيره دي، لانه طبعا صدمات كبيره يعني. صحيح. بس بصراحه كانوا قد المسؤوليه والحمد لله يعني. بس خليني اقول لك، انت صاحبه عزيمه قويه. ليه؟ لان انت اولا كان عندك مطبين جامدين جدا. المطبين دول ممكن بنات كتير بيصطدموا بيهم بيبطلوا. الاصابه، واصابه صعبه يا كابتن، يعني خشونه تحت الصابونه دي من الاصابات اللي مداريه وصعبه. بالظبط. وبعد كده ان انت رزقتي بطفله، برضو ده كان بيخلي ناس كتير تبطل. أكيد. بس عندك عزيمه حديده. مش بس كده، مش بس العزيمه، هو كمان دور جوزي في الموضوع ده يعني كبير جدا، لانه هو ما بطلش، او ان هو عارف ان انا اقدر اعمل اكتر من كده. هو رياضي، هو رياضي ومنتخب مصر اصلا سابقا تنس طاوله. احنا نعرف بعض من التنس طاوله كويس جدا يعني. بالظبط. فهو يعني تقبله للموضوع وتشجيعه ليا، وانا اوقات بحس ان انا مش هقدر، يقول لي لا هتقدري وهتكملي وهتعملي اكتر من كده. فدي طبعا حاجه. قصه نجاح دي، دي حاجه تعمل لها حلقه. دي لازم يا جماعه، لازم حلقه ليه. قصه النجاح دي تعمل لها حلقه لوحديها طبعا. العمل سمعني ولازم بجد. لا دي حقيقه. وصراحه والدي ووالدتي طبعا هم ابطال افريقيا، وحتى اخواتي. انا عايزه اقول لحضرتك يعني، وانا في البطوله سوفيا طيب مع اخويا شويه، مع اختي شويه، كلهم بيساعدوني، ومن غير ده انا ما اقدرش اعمل الكلام ده خالص يعني. بصراحه انت بتنسبي الفضل النجاح بتاعك ده للي حواليك. ده اكيد 100%. وطبعا النادي الاهلي وكابتن عادل وكابتن اشرف وكابتن احمد، لان انا بشتغل الصبح وبعد كده عندي صوفي وجوزي وعندي تمرين بالليل. فطبعا السكادجول بتاعي صعب جدا، فممكن مثلا يوم اجي الساعه 10 كابتن عادل بيستناني ونلعب. يوم الساعه، طب انا هاجي الساعه 5 عشان ما فيش حد يقعد مع صوفي بعد الظهر، هيجي لي بدري ونلعب مع بعض. فهم بصراحه لا يعني والله الحمد لله انا محظوظه جدا. والله محظوظه جدا فعلا. لا دي تعمل لها حلقة.